بدون شك مصر دائما وأبدا تدعو إلى التفاهم وتدعو إلى التوافق الكامل بين الدول العربية بعضها البعض. طبعا أيضا مصر تدعو وتطلب باستمرار بوقف ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة واحترام السيادة لكل دولة في المنطقة. أيضا أمور كثيرة تدعو إليها مصر، التعاون والتنسيق البناء والمشترك بين مصر وبين محيطها العربي أو بين الدول العربية بشكل كبير. يعني هذه كلها مطالب تدعو إليها مصر باستمرار. ولكن أنا أريد الحقيقة أن أنا يعني أذكر أن مشهد القمة العربية في دورتها الـ32 في جدة، يعني أعتقد أنه هو كان فرصة كبيرة أو تصحيح لوضع خاطئ، وهو خروج سوريا من محيطها العربي أو من المنظومة العربية أو من جامعة الدول العربية. وكان طبعا يعني أهم ما كان في هذه القمة للعالم كله ولشعوب المنطقة بأجمعه هو عودة مقعد سوريا الذي لم يكن موجودا على مدار 12 عام أو 12 دورة القمة للجامعة العربية. العربية القمة العربية الفترة الماضية. أعتقد يعني كانت حتى حفاوة الشعوب العربية كلها أعتقد أنها كانت تنظر إلى هذه القمة وكانت سعيدة بوجود الرئيس السوري في مكانه وبعودة سوريا كدولة عربية كبيرة ومهمة في المنطقة إلى محيطها العربي. أعتقد هذا كان المشهد الرئيسي الذي يعني سيدة أسعد سحر، قلوب الشعوب العربية بشكل كبير.